عن التعريف بصفته يعني من أحد نجوم النادي الأهلي، ويمكن الجيل ده بالذات اللي كان فيه كابتن محمود عبد الحي يعتبر إلى حد ما اتظلم شوية، لأن كرة القدم أجيال بتاخد من أجيال. الجيل اللي كان فيه كابتن محمود يعني هو الجيل اللي بعد حرب 67، بعد حرب 67 الجيل اللي كان موجود في النادي الأهلي اللي كان ممكن جيل الكابتن محمود واللي كانوا معاه ورفقائه يقدروا يكتسبوا الخبرات من الجيل ده، لكن للأسف معظم الجيل دوت بطل، ما استمرش منهم غير يمكن كان الكابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحة. فرغم ان الجيل دوت كان بيضم نجوم كبيرة، وطبعا على رأسهم نجمنا اللي بنتكلم عليه كابتن محمود عبد الحي، طبعا كان مهاجم من طراز تحس انك مهاجم اوروبي في شكله في أدائه، لكن طبعا للأسف الظروف مع الجيل دوت ما كانتش مواتية بشكل كبير، وإن كان طبعا ده لا يمنع أن محمود كان نجم في مكانه كمهاجم، اللي الكرة في الفترة دي للأسف ما كانتش واخدة حظها بالشكل الكبير. طبعا قبل الكورة وقبل الكلام ده كله كابتن محمود عبد الحي راجل على خلق عالية جدا، ما سمعناش مرة انه حصل مشكلة عنده في النادي الاهلي او هو بيلعب مع حد، مع زميل او مع خصم منافس، فطبعا ده شيء نموذجي ان اللاعبين اما بتسمع عن اخلاق لاعب زي الكابتن محمود عبد الحي ان هي تاخده قدوه ومثل.